بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف، محاضرة جديدة من كورس المايكرو كنترولر، هنكمل فيها بقية المايكرو سي. هنتعرف على حاجة اسمها الدوال أو الفانكشنز. كل الدالة دي عبارة عن مجموعة من الأوامر بيتم تنفيذها عند استدعائها عشان تقوم لي بعمل محدد. تكتب ازاي الدالة؟ أول حاجة بكتبها في تعريف الدالة بحط نوع البيان بتاع الدالة اللي الدالة هترجحهولي بعد ما تنفذ لي الأوامر اللي جواها. تاني حاجة اسم الدالة، الدالة دي لازم يكون لها اسم عشان أنا أنادي عليها بيه. بفتح قوس وبحط المعاملات اللي ممكن أمررها إلى الدالة ويتم إجراء العمليات عليها. بعد كده بفتح قوس مجعد وحط مجموعة الأوامر اللي أنا عاوز الدالة تنفذها وأقفل القوس المجعد تاني. ده مثال. أنا دلوقتي عاوز أجمع رقمين، أعمل دالة تجمع رقمين وترجع لي أو تعود لي بنتيجة الجمع. نتيجة الجمع دي هتبقى من النوع الرقمي، يبقى أنا ممكن أختار الداتا تايب بتاعة الدالة int. بعد كده نحط اسم الدالة، أنا هجمع فأنا هسميها add. بعد كده أحط المعامل الأول اللي هو الرقم الأولاني اللي هستخدم في عملية الجمع، بسميه اكس، اي اسم مش مشكله، المهم الاسم اللي انا هحطه هنا هستخدمه جوه هنا في قلب الدال. هو نوعه او الداتا تايب بتاعته انت، كما الرقم الثاني واي اللي هيتجمع برضو الداتا تايب بتاعته انت. بخش جوه الداله، انا عاوز اجمع رقمين اكس على الواي، طب احط النتيجه دي فين؟ يبقى لازم اعمل متغير ثاني احط فيه ناتج الجمع. فجوه الداله بعرف متغير جديد انت زد بيساوي ايه، انا لسه معرفش. فهو التعريف، فالتعريف المتغير لغايه كده سليم، بحط فاصله منقوطه او سيمي كولون. بعد كده بقول له الزد بتساوي الاكس زائد الواي. دلوقتي الزد بقى مخزن فيها قيمه الجمع، انا عاوز الزد دي ترجع تاني للكود اللي كان نادى على الداله، يبقى اقول له ريتيرن زد، دي معناها رجع لي القيمه زد اللي فيها ناتج الجمع للكود اللي استدعالي الدالة دي زي ما هنشوف بعد كده في الأمثلة. طيب نفترض ان الدالة دي هتنفذ لي مجموعة من الأوامر بس ومش هترجع لي بأي قيمة، يبقى أنا بكتب قبل اسم الدالة كلمة void، دي معناها ان أنا مفيش عندي قيمة هترجع من الدالة. هنتكلم بعد كده عن الوايت سبيس أو المسافة. بيقول لي ان المايكرو سي بيهمل المسافات، زي مثلا لو احنا عندنا سطرين، كل سطر هنا فيه جملة بيتم تنفيذها، كاتب هنا integer i semicolon، ده اول statement او اول جملة، نزلت على السطر اللي بعده قلت له character j semicolon، ممكن اكتبهم على سطر واحد اقول له integer i semicolon مسافة character j semicolon، سواء كان الاثنين الجملتين على سطرين او على سطر واحد، فهما الاثنين بيتعاملوا مع بنفس المعاملة. طيب ممكن اكتبهم بطريقة تانية، برجع السطر الاولاني واقول له انت اي سيمي كولون، وانزل على السطر اللي بعده واسيب مجموعة مسافات واقول له كاركتر جي سيمي كولون. هل في فرق بين التلات طرق دول لكتابة الجمل دي؟ مفيش فرق. ليه؟ لأن المايكرو سي بيهمل المسافات، يعني هو هنا السطر الأولاني حط جملة وادى انتر وخد بداية السطر التاني على طول مفيش مسافة، جاي على السطر التاني كتب أول جملة وسيمي كولون مسافة وحط الجملة التانية، هو كده المايكرو سي يجي على المسافة ديت ويهملها، يبقى خد جملة ووراها الجملة التانية على طول. طيب نيجي على الطريقة التالتة، كتبت أول جملة واديت انتر وحبت مسافات وكتبت الجملة التانية، يجي المايكرو سي لما يجي يترجم البرنامج هياخد الحبة مسافات دول يهملهم، هو اللي بيهمه ان هو ياخد أول جملة تنتهي بالسيمي كولون بعد كده الجملة التانية على طول تنتهي بالسيمي كولون، يعني المسافات هنا مش مؤثرة في ترجمة الكود.
طيب لو جينا خدنا شكل تاني، جيت هنا بقول له ان الاي بيساوي الجي زائد الاتنين ونهاية الجملة بسيمي كولون. مش ممكن كسر اقسم الجملة دي على اكتر من سطر، قول له الاي بيساوي جي وديت انتر مجموعة مسافات زائد الاتنين بيساوي سيمي كولون. الجملة دي طريقة كتابتها صحيحة، والجملة دي برضو طريقة كتابتها صحيحة، لان لما يجي المايكرو سي يترجم الكود هيلاقي هنا مجموعة مسافات وبعد كده انتر ومجموعة مسافات، هيروح شايله. وكأن الكود عبارة عن اي بيساوي جي زائد اتنين بعد كده سيمي كولون. طيب في حاجة بقى لازم نخلي بالنا منها لما نكون بنكتب سلسلة حرفية او نص، الكلام ده ما ينطبقش عليها. اقول له هنا مثلا علامة تنصيص مزدوجة عشان اكتب جواها النص اللي انا عايزه، اقول له مايكرو سي برو، وبعدين عاوز اكتب على السطر اللي بعده فور بيك كومبايلر، واقفل علامة التنصيص عشان اقسم الجملة النصية على سطرين، بعمل علامة باك سلاش. دي لما الكومبايلر او المايكرو سي لما يجي يعمل ترجمة للكود، اول ما يلاقي الباك سلاش دي داخل الجملة النصية اللي مقسومة على سطرين، يروح حذف الباك سلاش وحذف السطر الجديد وضامن السطرين على بعض فيبقوا جملة واحدة. بعد كده هنتكلم عن الكيس سنسيتيفيتي. بيقول ان المايكرو سي في الوضع الافتراضي بتاعه، يعني لو اتعرفت متغير سميته توتال وكان المتغير ده سمول، كل حروف سمول، لما اجي اتعامل معاه بعد كده جوه البرنامج ممكن اكتب توتال دي سمول او اكتبها كابيتال مش هتفرق، او كان ما بين جت كابيتال بعد كده متغير ده جوه كود مره تانية كابيتال وسمول، باي شكل من الاشكال ديت، فطالما ان الكلمه هي نفس الحروف لكن اذا كانت الحروف دي مختلفه بين كابيتال وسمول فهم كلهم بيعتبروا نفس المتغير. ده كان بالنسبه للمتغيرات. يبقى المتغيرات مش كيس سنسيتيف، ممكن اكتبها سمول او كابيتال، هما الكلمه تبقى هي هيها، مش هيتاثر. طيب لو جينا بقى للكلمات المحجوزه اللي هي كيوردز، كيوردز دي بقى كيس سنسيتيف ولازم تتكتب سمول، يعني لو كتبتها كابيتال البرنامج هيديني ايرور. كيوردز ديت اللي هي قدامنا دي هتلاقيها موجوده عندك في الهلب بتاع المايكرو سي، دي اللي هي بتستخدم في كتابة الأوامر داخل المايكرو سي، زي مثلا دو اللي احنا اتكلمنا عنها، فور وفلوت، كل الأسماء اللي بتتكتب في الأوامر بتاعة المايكرو سي بتبقى سمول. بعد كده نتكلم عن الكومنتس، والكومنتس ديت عبارة عن جمل نصية بتتكتب داخل الكود بغرض التعليق أو التوضيح أثناء تنفيذ البرنامج، أو أجي أعمل له بيلد. الكومبايلر بتاع المايكرو سي بيهمل الجمل النصية دي وكأنها مش موجودة، يبقى أنا بس أثناء لما بكتب الكود بتبقى موجودة قدامي، لكن أثناء عملية البيلدينج بتاعة البرنامج عشان أحصل على ملف الهكس اللي بعد كده هشغل بيه البيك بتاعي، الجمل ديت بتتحذف ما بقاش لها تأثير. طيب في نوعين من الكومنتس، النوع الاول اسمه لونج كومنتس، ده ببتدي ب سلاش بعد كده نجمة، بعد كده بكتب التعليق اللي انا عايز اكتبه او التوضيح، بعد كده اعمل نجمة وسلاش تاني. يبقى اول ما الكومبايلر يشوف نجمه يشوف سلاش نجمه يهمل ده كله لغايه ما يلاقي نجمه سلاش تاني، ده ما يترجمش سواء بقى كان على سطر او على اكتر من سطر. طب في النوع التاني اسمه شورت كومنتس، وده بيبدا باتنين سلاش ورا بعض، بكتب التعليق اللي انا عاوز اكتبه وده بينتهي بمجرد ان انا ادي انتر وانزل على سطر جديد، زي ما احنا شايفين قدامنا هنا في الكود دوت.
هو بدأ عندي هنا بسلاش نجمة، بعد كده كتب أي حاجة، يعني مش شرط كل نجم جنب بعض، هو كتب أي كلام، بيكتب اسم البرنامج أو بيشرح أو بيوصف، بيعمل ديسكريبشن للبرنامج، بيكتب بروجرامر اسم البروجرامر بتاع البرنامج، الملف المستخدم، تاريخ كتابة البرنامج، رقم البيك، ده يعتبر عملية توثيق للكود. ده كده اسمه لون كومنت، بادئ بسلاش نجمة وبنتهي بسلاش نجمة، يبقى أثناء عملية البيلدنج بتاعة الكود ده هيتم حذفه كأنه غير موجود. بعد كده بينزل بيوري لي هنا أو بيوضح لي اللي هو الشورت كومنت، عبارة عن إيه بقى؟ بيجي في نهاية كتابة السطر وعاوز يكتب توضيح للسطر ده بتاع ايه، فروح عامل دبل سلاش وكاتب اللي هو عايزه، اول ما بيدي انتر خلاص كده الكومنت بينتهي ويبدأ يكتب اوامر جديدة، برضو بنهاية الامر وعمل دبل سلاش يكتب التوضيح اللي هو عايزه. يبقى الغرض من الكومنتس هو اعطاء توضيح او توثيق للكود، بحيث انا بعد كده لما اجي افتح البرنامج ده او الكود ده بعد فترة ابقى انا افتكر الاجزاء دي بتاعت ايه، او الكود ده كان بيعمل ايه، او غيري جه يشوف الكود دوت يحاول يقدر يفهم الاوامر دي بتعمل ايه. دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي نوصل البنات بتاعت الادخال والاخراج اللي موجودة على البيك من داخل الكود. احنا قلنا قبل كده ان مجموعة البنات اللي موجودة عندي على المايكرو كنترولر بيتم تقسيمها، وقلنا ان كل مجموعة بسميها بورت وديها حرف. فانا مثلا عندي البورت A اللي هو باللون البني الغامق ده، بلاقيه حوالي ست بنات، بيبدأ من ال R A0، بعد كده R A1 و R A2 لغاية ما اوصل ل R A5. يبقى المجموعة دي كده بسميها بورت، وكل وبديله حرف وليكن البورت A، كل بن من جواها بيبقى ليه اسم RA0 RA1. بعد كده باجي على بقية البنات التانية برضو بقسمها لبورتات وادي كل بورت حرف يدل عليه. احنا خدنا بورت A، هلاقي بعد كده في بورت B اللي هو عندي باللون الاصفر دوت، ده كان ست اطراف، البورت A كان ست اطراف، هلاقي البورت B عندي هنا 8 اطراف او 8 بنز، بدأ من RB0، بعد كده RB1 و RB2 لغاية RB7 وهكذا. يعني عندي البورت A والبورت B والبورت C والبورت D والبورت E. كل بورت من دول عشان اقدر اتعامل معاه وبالتالي اقدر اتعامل مع البنز بتاعته، بيتم التعامل معاه من خلال حاجة اسمها Special Function Register أو الـ SFR. احنا قلنا قبل كده ان في عندي ريجسترز بتبقى موجودة متخزنة عندي في مواقع في الذاكرة بقدر اتعامل معاها. من ضمن الريجسترز دي او الـ Special Function Register في 2 ريجستر، دول من خلالهم بقدر اتحكم في التعامل مع البنات بتاعت البورتس. اول ريجستر اسمه تريس اكس، اكس دي بشيلها واحط مكانها A او B او C او D او E، يعني بتدل لي على البورت. يبقى لو قلت له تريس A يبقى انا بتكلم عن البورت A، قلت له تريس B يبقى انا بتكلم عن البورت B. طيب الريجستر ده اللي من خلاله بقدر اقول ان البنز بتاعت البورت الفلانية او البورت اكس تبقى اوتبوت او انبوت، يعني اطلع عليها بيانات او استقبل من خلالها بيانات. يبقى دي وظيفة التريس. في ريجستر تاني اسمه بورت اكس، برضو بشيل اكس واحط ما يقابل الحرف الدال على البورت سواء A او B او C او D او E.
يعني جيت قلت له بورت ايه، يبقى انا كده بتكلم على البنات بتاعه البورت ايه. طيب وظيفه الريجستر بورت اكس، اذا كنت انا بقول ان البنز دي بنات بتاعه اخراج من خلال التريس اكس، قلت له خلاص، قلت له ان البورت التريس اكس او التريس ايه دي اوتبوت، يعني البنات بتاعه البورت ايه اوتبوت، هطلع عليها بيانات. هرجع هنا بقى في الريجستر اللي اسمه بورت ايه، اقدر اقول له بقى البنات ديت هتطلع لي بيانات هاي او لو. احنا اتفقنا ان انا بتعامل مع البنات بحط عليها كهربا، هاي يعني 5 فولت او لو يعني 0 فولت. فانا عندي الداتا عبارة عن في الاخر كهربا هاي ولو. طيب انا بقول له بقى البورت ايه ده في بن معينة منه، او البورت ايه كل بن بتاعته عاوزها هاي او لو. مين اللي بيحدد؟ بحدد الكلام ده من خلال البورت ريجستر اللي اسمه بورت. يبقى انا دلوقتي عشان اقدر اوصل للبنات بتاعت البيك من خلال الكود، هتعامل مع 2 ريجستر، واحد اسمه تريس والتاني اسمه بورت. لو جينا بصينا هنا، نفترض دوت قدامك الاخضر ده هو البيك، والمستطيلات او المربعات الصغيرة ديت، المستطيلات الرمادي ديت، دي هي البنات بتاعته اللي طالعة منه او الاطراف. عندي هنا اللون الابيض ده نعتبره هو ريجستر اللي هو البورت، سواء بقى بورت A B C D E. وعندي المستطيل الابيض اللي هنا دوت هنعتبره هو الريجستر اللي هو التريس، برضو التريس A او B او C او D او E. وعندي هنا ده السي بي يو اللي موجود او السنتر بروسيسنج يونت اللي موجود جوه البيك. اخلي بالي لو انا عندي على البورت ايه مثلا 8 بنات او 8 اطراف، يبقى انا عندي هنا ايه 8 بت. يبقى عندي هنا طرف اهوت متوصل ببت جوه الريجستر بتاع البورت، والبت اللي جوه الريجستر بتاع البورت متوصل ببت مقابل ليه في الريجستر بتاع التريس. يبقى انا في النهاية كل بن عندي موجود على البك متوصل ببت داخل الريجستر اللي اسمه بورت، ومتوصل ببت داخل الريجستر اللي اسمه تريس. يبقى انا عشان اوصل لاي بن هنا هبدأ اتعامل مع البتس اللي جوه تريس واللي جوه البورت. طيب بيقول لي السهم ده سهم خارج من السي بي يو في اتجاه التريس، يعني معنى كده ان انا باخد الاوامر من السي بي يو وبكتبها فين في التريس. طب انا عندي هنا في البورت السهم بتاعه خارج من السي بي يو وداخل السي بي يو، معنى كده ان انا بكتب جوه البورت ايه او بي او سي او دي، ببعت امر من السي بي يو للبورت، او باخد داتا من البورت ادخلها للسي بي يو. طيب لما احب اخلي البن بتاعتي تطلع كهربا، يبقى البن بتاعتي اسمها اوتبوت بن. يبقى في الحاله دي مين اللي هيحدد لي اذا كانت دي اوتبوت او انبوت؟ زي ما قلنا التريس. يبقى اجي في البت المقابل للبن جوه التريس واحطه جواه زيرو، يبقى زيرو دي معناها ان البن المقابل للبت دوت هيبقى يشتغل كاوتبوت للاخراج. طيب في الحالات دي انا ممكن اجي هنا بقى في البورت على البت المقابل ليه واحط هاي او لو. هاي يعني 1، لو يعني 0. طيب انا عايز البن دوت يشتغل كانبوت، حاجه في البت المقابل ليه في التريس واحط 1، يبقى 1 في البت جوه الريجستر اللي اسمه تريس يقول لي ان البت دوت هيشتغل كانبوت، بينما الزيرو تقول ان البت ده هيشتغل كاوتبوت.
يبقى لو output انا هبدأ احط هنا في البورت هاي او لو. هاي يعني واحد، لو يعني زيرو، تطلع لي على البن. ولو كانبوت يبقى انا في الحالة دي مش هحط بقى هاي ولو، ده انا هقرأ من البن اللي داخلة الحالة بتاعتها، اذا كانت هاي عليها جهد عالي او لو عليها جهد منخفض زيرو. زي ما احنا شايفين هنا، انا عندي هنا في بعض البنات متوصلة على بعض العناصر الالكترونية، يعني دوت مثلا البن ده متوصل عندي بترانزستور اللي بيتحكم في تشغيل ريلي. عشان اتحكم في تشغيل الترانزستور ده كسويتش افتحه واقفله، يبقى انا عاوز اوصله هنا بالبن ديت تبقى عندي في وضع الاخراج. لما يبقى الجهد بتاعها هاي يبقى الترانزستور الحالة بتاعته تتغير، لما الجهد عندي يبقى لو الترانزستور الحالة تتغير لوضع تاني. فعشان اعمل كده يبقى انا عاوز البن ديت في وضع الاوتبوت، يبقى عشان كده بحط هنا زيرو. طيب انا عاوز مثلا اخلي اوصل ليد على البن، يبقى انا عاوز اوصل لها هاي او لو. فعشان تبقى عشان تنور بحط هنا هاي، عشان تطفي بحط، خلي بالي ان هو حاطط لها هنا 5 فولت. طبعا هو البن ده بيخرج 5، فعشان دي الليد ده ينور يبقى عندي هنا 0 فولت، يبقى دوت 0 مش 5. فلما احط هنا 5 او هاي يبقى الليد دوت ينور، لما احط هنا 0 يبقى الليد دوت يطفي. يبقى دوت يبقى انا عاوزه اوتبوت، يبقى احط في التريس عندي هنا 0. طيب انا عاوز هنا اقرا حاله السويتش، هل انا ضاغط عليه ولا مش ضاغط عليه. يبقى في الحاله دي اخلي البن دوت انبوت، يبقى نحط في الريجستر اللي اسمه تريس في البت الرقم 1 زي ما قلنا. ازاي بقى اقرا انا حاله السويتش ده، حاله الباتون ده، ده ان شاء الله هنتعرف عليه بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. وهكذا يبقى احنا دلوقتي بنتعامل مع 2 ريجستر، واحد اسمه تريس وواحد اسمه بورت، عشان اقدر اوصل للبنات اللي موجوده على المايكرو كنترولر. وقلنا ان كل بن مقابل لبت. وخلي بالي لما انا اقول تريس ايه، يبقى الترقيم بتاع البتات بيبدا من على اليمين، يعني ده البت رقم 0، ده البت رقم 1، البت رقم 2، لغايه ما اوصل لاخر بت يبقى البت رقم 7. يبقى اي ريجستر هيتعامل معاه سواء كان تريس او بورت او غيره يبقى بيتقسم لبتات، اذا كان 8 بت او اعلى او اقل. يبقى الترقيم بتاع البيتس بيبدا من على اليمين، يبقى اول بيتس عندي رقمه 0 بيبدا من على اليمين. لو انت جيت فتحت الداتا شيت هتلاقي الريجستر بيتكتب بيترسم قدامي كده، عايزين نعرف الرموز بتاعت ايه. ده كده ريجستر، هو بيقول لي هنا ايه بورت بي، يبقى انا بتكلم عن البورت بي. طيب البورت بي عندي 8 بنز، يبقى انا عندي 8 بيتس، كل بت منهم متوصله على بن زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. قلنا ان الترقيم هيبدا من على اليمين، يبقى البت الاولانيه اللي على اليمين اللي هي بت رقمها بت 0، احنا قلنا 8 بت يبقى بت 0، بت 1، بت 2، لغايه بت 7. البت اللي على اليمين دي بسميها اللي هي الار بي 0. طب الار بي 0 دي اللي هي فين؟ دي اللي موجودة عندي هنا. فين البورت بي اهيت؟ فين الار بي 0؟ الار بي 0 اهي. يبقى انا لما اكون عايز البن رقم 33 اتعامل معاه في البورت اللي هي بروح على البن رقم 33 اشوف دوت موجود في انه بورت عشان ابدا اتعامل معاه. اجي على رقم البن واحدد هو موجود في انه بورت، بورت ايه ولا بي ولا سي، اعرف منين من اللي مكتوب جنبه ار بي. يبقى بي دي يبقى البن رقم 33 موجود في البورت بي. طيب انه بت بقى في البورت بي، احنا قلنا لكل بن مقابل لبت. طب البورت 33، اسف البن 33
ايه البت المقابل ليه؟ احنا قلنا البورت بي يبقى ار بي زيرو. طيب ار بي زيرو ده هيت، لو جيت انا هنا بقى في الريجستر ار بي زيرو، يعني البت رقم زيرو اللي موجود في الريجستر اللي اسمه بورت بي هو اللي هيتعامل مع البن رقم 33. طيب لو جينا خدنا بن تاني وليكن البن 37، هذا بص على البن 37، البن 37 ده في انهو بورت؟ في البورت بي، عشان مكتوب ار بي. طيب البورت بي هيبقى انهو بت في الريجستر بتاع البورت بي مرتبط بال 37؟ قال لي رقم ار بي 4. اجي ابص على الريجستر، هذا البورت بي وهذا ار بي 4، يبقى البت رقم 5 اللي ببدأ من الزيرو زيرو، يبقى ده 1 2 3 4 5، يبقى البت الخامس اللي هو بت 4 هو اللي بيتعامل مع البن 37. طيب بعد كده عرفت اوصل او اربط ما بين الارقام البنات اللي موجودة على البك ووضعها داخل البورت. طيب يعني ايه بقى R و W؟ R يعني البت ده ممكن اقرا القيمة اللي فيه، W يعني ممكن اكتب قيمة جواه. طبعا القيم المخزنة في الريجسترز بتبقى يا اما 1 يا اما 0، انا بتعامل بارقام ثنائية. طيب لو انا اتلاقيت R بس مش موجود W، يبقى انا بقدر اقرا بس من البت ده لكن مقدرش اكتب جواه حاجة. طيب في عندي هنا ده كله الاقي فيه ار دبليو، وبين قوسين الاقي كلمه اكس، بينما بين قوسين هنا برضو الاقي فيه واحد. ايه الاكس وايه الواحد؟ الواحد دي بولي اول ما وصل التيار الكهربي للبك او بعد ما اعمل ريسيت، البتات دي كلها هيتكتب فيها قيمه ديفولت. ايه القيمه الديفولت بتاعتها؟ يبقى كل بت ده واحد، يبقى القيمة الديفولت بتاعته واحد. معنى كده ان انا اول ما ابدا اشغل البك او اعمل له ريسيت، يبقى الترس عندي القيم اللي متخزنه فيه في وضع افتراضي هتبقى واحد. طيب واحد ده معناه ايه؟ اللي احنا قلنا ان الواحد في البت بيخلي البن المرتبط بيه يشتغل كانبوت. طيب الاكس، الاكس دي معناها ان بعد ما اعمل ريسيت او اوصل طريق كهربي للبيك، القيمه المخزنه هنا غير معلومه، يبقى انا لازم عشان اتعامل معاه احدد انا القيمه بنفسي. طيب في عندي هنا في الليجند شرطه، احنا اتكلمنا عن الار والدبليو والاكس والواحد. ايه الشرطه دي؟ بيقول لي بت از unimplemented، يعني البت مش موجود. احنا هنا البورت بي 8 بن، فكل بن هيبقى ليه بت، فال 8 بتس اللي قدامي كلهم موجودين. طب في بورت تاني هلاقيها 6 او 5، يبقى الترقيم هيبدا من اليمين لغايه ما يوصل للخمسه او للسته، وبعد كده مش هيبقى في عندي حاجه، بحط مكانها شرط. دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي ابدا اتعامل مع البنات بتاعه البك من جوه الكود. بيقول احنا عايزين نخلي جميع البنات بتاعت البورت بي اوتبوت. طيب اللي هيخلي لي البن يشتغل انبوت او اوتبوت او اوتبوت هو الريجستر اللي اسمه تريس. انا بتكلم عن انهو بورت؟ بورت بي، يبقى انا بقول له تريس بي، تمام. طيب بقول له بيساوي، احنا قلنا عشان نخلي البن يشتغل كاوتبوت بن، يبقى انا باجي في البت المقابل لي في التريس واحط فيه زيرو. طيب انا هتعامل هنا مع كل بت على حده، يعني البت احط له لو انا احط فيه زيرو والتاني احط فيه زيرو، يبقى القيمه دي قيمه ثنائيه. عشان اكتب قيمه ثنائيه او رقم ثنائي لازم اكتب في الاول زيرو بي. يبقى انا كده بعرف الكود بقول له خلي بالك بعد ما كتبت زيرو بي الرقم اللي هيجي ده رقم ايه؟ ثنائي. طب البورت بي كام بن؟ 8. يبقى عندي كام بت؟ 8 بتات هكتبهم، يبقى كلهم اصفار
علشان اقدر اخلي كل البنات بتاعتي او المخارج بتاعتي تشتغل كاوتبوت. طيب انا كتبت هنا بالنظام الثنائي او الباينري، ممكن اكتبه بالهكساديسيمال. طيب اكتبه ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده برضو ان احنا بنكتب 0 اكس، وهيبقى عندي هنا اصفار. طيب او ممكن اتعامل بالقيم العشريه العاديه اللي احنا بنستخدمها، بقول له تريس بي بيساوي 0، يبقى 0 بالعشري هو 0 اكس 0، 0 بالهكساديسيمال هو 0 بي 8 زيروز كلهم زي بعض. ده اذا كنت انا هتعامل مع البورت على بعضها، يبقى انا عاوز البورت على بعضها تشتغل كاوتبوت، ممكن اقول له تريس بي بيساوي 0 او اي واحده من الثلاثه دول. طب لو انا عاوز اتعامل مع كل بن فيهم على حده، يبقى انا في الحاله دي اكتب ايه بقى؟ بقول له تريس بي، ده اسم البي ده بتاعه البورت اللي هو بورت بي، يبقى بقول له روح للريجستر اللي اسمه تريس اللي موجود في البورت بي، بعد كده دوت بي 0، قول له اوصل جواه للبت اللي اسمه اللي رقمه 0. البي ديت عشان اقدر اوصل لاي بت جوه ريجستر بكتب حاجه من اتنين، يا اما بكتب بي يا اما بكتب اف. فاحنا هنا هنستخدم البي. البي ديت ملهاش علاقه بكلمه بورت بي، لا ده هتبقى معايا ثابته سواء سي او دي او اي او اي، ولا ليها علاقه باول حرف من حرف الاسم بتاع كلمه بت. ده هيبقى ثابت، هستخدمه كده في الكتابه عشان اقدر اوصل لبت داخل الريجستر، واحنا قلنا ممكن نستخدم البي او الاف. طيب يبقى انا عاوز اوصل للبت الاولانيه اللي هي بت 0 داخل الريجستر اللي اسمه تريس بي، يبقى اقول له تريس بي دوت بي 0، الزيرو دوت هو رقم البت اللي هو البت الاولاني، عاوز احطه جواه قيمه عشان يشتغل اوتبوت، يبقى القيمه بتاعته 0 لو قلت له يساوي 0. طبعا احنا قلنا ان 0 بقى بالعشري هي 0 بالباينري، لان انا جوه البت واحد بياخد قيمه ثنائيه يا 0 يا 1. بعد كده عاوز اوصل للبت رقم 2، رقم 2 اللي هو احنا هنبدا العد من 0، يبقى 0 1، يبقى بحط هنا ايه 1، وهكذا. يبقى انا كده عندي البتس بتاعتي اللي موجوده جوه الريجستر بقدر اوصل لها بالاسلوب ده، بكتب اسم الريجستر دوت بي رقم البت. لو عاوزين نخلي كل البنات بتاعه البورت بي تشتغل كانبوت، يبقى اللي هتحكمني في عمل الادخال والاخراج زي ما قلنا هو التريس، فاحنا بنتكلم على البورت بي، هيبقى تريس بي هيساوي، عشان تبقى البنات عندي انبوت يبقى انا اكتب في البورت بي في التريس بتاعها في ريجستر تريس بي هكتب وحايد. الوحايد دي زي ما قلنا ممكن تبقى باي نظام من التلات انظمه اللي احنا اتكلمنا عنهم، يا اما 0 بي 8 وحايد عشان هم 8 بنز يبقى في التالي 8 بيتس، يا اما اكتب 0 اكس اف اف او اكتب 255. او لو انا حبيت اوصل لكل بت على حده ممكن نتبع نفس الاسلوب اللي كان عنه في السلايد اللي فاتت، بس بدل ما اكتب 0 هيبقى عندي 1، عشان 1 بيدل على ان البت ده هيشتغل كانبوت. طيب لو انا عاوز اخلي بعض البنات انبوت وبعض البنات اوتبوت، يبقى انا هاجي هنا في التريس بي واقول له 0 بي، يبقى انا كده هشتغل بالنظام الباينري. عاوز اكتب في، عاوز اخلي اول بتين من على اليمين انبوت، يبقى اكتب فيهم 1 1، البت اللي بعده عاوزه اوتبوت يبقى اكتب فيه 0، البت اللي بعده عايزه انبوت يبقى 1، وهكذا. يبقى انا عشان اخلي بعض البنات تشتغل انبوت واوت، ده ممكن من خلال جملة واحدة
بالطريقة دي، ان انا اقول له التريس بي بيساوي زيرو بي، وابدأ اشكل بقى انا عاوز اكتب البن عايزه انبوت يبقى اخليه واحد، او عاوز اوتبوت اخليه زيرو. طيب دلوقتي انا حددت اذا كان البن ده هيشتغل انبوت او اوتبوت. طيب لو انا البن ده عندي هيشتغل كاوتبوت، عاوز بقى اكتب عليه هاي او لو، يبقى هتعامل معاه ريجستر، هتعامل مع ريجستر اسمه بورت. طيب انا هتكلم على بورت ايه، البورت اكس، اكس اللي مثلا تكون ايه او بي، يبقى اكتب هشيل اكس واحط مكانها اسم البورت، يبقى بورت بي هيساوي برضو كده بنظام الباينري زيرو بي. الواحد يعتبر البن ده عليه هاي، والزيرو يعتبر البن دوت عليه لو. يبقى انا عندي اول بتين من على اليمين ده عليهم هاي، يعني تقريبا 5 فولت. البت التالت والرابع عليهم لو، يعني تقريبا 0 فولت. طيب ممكن برضو اوصل لبن واحد موجود في البورت بي واخليه هاي او لو بنفس الاسلوب بتاع التريس، هتتابعه هنا في ايه في البورت، تقول له ريجستر اسمه بورت بي دوت هات لي البت الثاني اللي هو انا رقمه كام، 3، يعني في عندي 0 و1 و2، يبقى الاثنين دي رقمها 3 بتساوي 1، يبقى البت الثالث هاي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقدر نوصل لاطراف البنات رقمها اللي موجود على الداتا شيت، ازاي اجيب المقابل بتاعه، اعرف البورت بتاعه ايه، واجيب المقابل ليه في الريجسترز سواء تريس او بورت، وابدا اخلي انبوت او اوتبوت واحط عليه هاي او لو. كده يبقى احنا خدنا ملخص معقول عن المايكرو سي، وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا نكتب اول برنامج بالمايكرو سي. شكرا جزيلا.